طيب الاستجماتيزم ده يا دكتور وقصر النظر، دول درجات يعني طبعا. بيختلفوا في ايه والتقنية كمان ما بتاعتهم؟ هو التقنية عندنا الأجهزة اللي هي تلك لحد دلوقتي أقصى حاجة في طول النظر زائد أو بلس 7، معرفش أصلح حاجة من كده أو أي جهاز في الدنيا. هو ما الأجهزة يعرفش طبعا يطلع. 3 دول اللي احتكروهم بس زي الطيارات، ألمانيا أمريكا اليابان. ألمانيا 3 أجهزة، أمريكا جهاز، اليابان جهاز، زي الطيارات بالظبط. مش أي حاجة، مش في جهاز إنجليزي وجهاز صيني وجهاز فرنساوي، لا هم 3 أجهزة في ألمانيا لأنها تكنولوجيا عالية جدا. 3 أجهزة من ألمانيا وجهاز من أمريكا وجهاز في اليابان، دول اللي توصلوا زي الطيارة في بوينج وإيرباص، ما فيش غير كده. يعني مش يعني دي مفيش حاجة تكنولوجيا جديدة لا لسه. عالية جدا، اوكي. مش أي دولة تعملها، مش أي حد يعملها ولا تقلد، ولا في كوري ولا صيني ولا تايوان ولا الكلام ده. طيب أيوة فندم حد بقى اتفضل. دلوقتي يا دكتور من المشاهدين قرر ان هو يعمل عملية الليزك في عينيه، هل في شروط معينة حضرتك بتبقى طالبها في البيشنت اللي قدامك اللي هيجي يعمل عملية الليزك؟ ولو الشروط دي مش موجودة بتقول له انت ما ينفعلكش تماما؟ طبيعي. اول ما يجي لي الاول السن، انت فوق ال 18، طيب اخر كشف عندك او اخر نظاره لبستها قد ايه؟ ما هو ممكن يكون فوق ال 18 ونظره لم يثبت، ما ثبتش لسه خلاص. طب ما كان ملبس النظاره قبل كده، طب البس النظاره دي يا حبيبي وتعالى لي بعد 6 شهور اشوف اتغير نظر ولا لا. انا عايز ثبات النظر عشان اشتغل. ما يبانش في الفحوصات او لا الاشعاعات والحاجات دي. الثبات لا، بيقول لي ده نظره ناقص 4 خلاص. هل هو ناقص 4؟ طب السنه اللي فاتت كان كام؟ ما معهوش معاه كشف؟ زي ما هم، يبقى الراجل ده ثبت اشتغل له. خش بقى ايه في ايه مرحله الفحوصات. الفحوصات العامه ما يكونش عنده الامراض اللي قلت لك عليها دي، اللي هي الامراض الروماتيزميه، وما تكونش ست حامل، حامل لا ليه ممنوع، بقى؟ لان الحامل دي كل جسمها، كل خليه في جسمها مورمه، بتتغير. مورمه ومش طبيعيه خلاص. يعني جسمها وارم. يعني فكرني ده جزء من هذا الجسم. الحوامل برضو سنه لما تولد خلاص، وحتى في الرضاعه بعض الناس بتبيعها بتقول ماشي، وفي ناس بتقول لا، وفي الرضاعه كمان لازم بعد ما تبطل الرضاعه ب3 شهور مثلا خلاص. ده الاول اللي هي الشروط، سن وخلاص. يخش بقى بعد ما اعمل له فحص الشبكيه. ليه فحص الشبكيه؟ لان اثناء العمليه دي ممكن العمليه دي واحنا بنعملها ممكن تسبب للناس اللي عندهم عيوب في الشبكيه، بالذات قصير النظر الجامد اللي ماينس 10 فيما فوق، فوق كده بيكون عنده عيوب في الشبكيه، ممكن العمليه دي تعمل له انفصال شبكي. يا نهار ابيض. لذلك بننصح اللي عايزين يعملوا عمليه ما يروحش يجري ورا الاعلانات خلاص، عشان يقع في ايد دكتور يا جاهل يا طماع.